مشاهدي قناة شوف تيفي أهلا ومرحبا بكم مباشرة من مدينة الفقيه بن صالح مرحبا بكل متابعي قناة شوف تيفي أينما كنتم مشاهدين داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن هنا معنا خوتي هاد السيدة هادي مربية جوج ديال الوليدات تجمع ليها عام دابا ديال الكرة الدار يعني صحاب هاد الدار هادي بغاو يخرجوها اذا هنا خوتي نحكي لكم كواليس قبل المباشر قبل ما نبدأ المباشر شحال جانا صعيب هذا المباشر باش نديرو لا انا ولا هاد السيده اللي امامكم ولا هاد الوليدات اللي مربيه خوتي والله كان بكاء قبل المباشر غادي تقولوا لي كيفاش وعلاش غادي نقول لكم خوتي هاد السيده عندها عزه النفس ما قدراتش كتقول وصلت لي ما قدرش تبان ما بقاش ما قدرش تهضر واللي زاد كمل هو ان بنيته جات دابا من المدرسه وتتبكي تتبكي وتقول لها ماما ما تبانيش ماما غادي يضحكوا عليا صحاباتي ماما غادي يقولوا لي الدراري ماما كده شوف تيفي وكت وكتطلب مساعده فعلا صعب والله مباشر صعب ولكن كلنا امل في الله سبحانه وتعالى وانتم اخوتي انكم تقدروا هاد الظروف وتعرفوا بان الواحد من اللي تيخرج للاعلام ويخرج يقول انا محتاج خوتي المحسنين محتاج مساعده راح توصلت فيه العظم اذا هنا فوج الله وفوج هذوك الوليدات اول حاجه تعاليقكم تكون في المستوى الله يجازيكم بخير تنقول لكم خوتي خواتاتي عائلتي الثانيه وانا اليوم تنطلبكم ما بغيت حتى حتى شي تعليق يكون جارح مراعاة المشاعر ديال هاد الوليدات الصغار الله يجزيكم بخير ومراعاة كذلك لهاد السيدة اللي جاتها فوق الجهد ما قادرة جدي المباشر ولكن لا حول لها ولا قوة اللي خلى هاد المباشر هو إيمانا منها أن باقي الخير في الدنيا باقي الخير في الدنيا وباقي المحسنين وباقي القلوب الرحيمة وباقي اللي كيحسوا بالآخر فأخوتي نقولوا كلمه طيبه راها صدقه نبارطاجيو خوتي راها صدقه توصل هاد المعاناه ديال هاد السيده ووليداتها المحسنين ندعو معاهم ان شاء الله ربي يسر لهم ويسخر لهم العباد ديالو يا رب اذا خليوكم معنا خوتي وبارطاجيو جزاكم الله بالف الف خير تفضل السلام عليكم اخوتي السلام عليكم اخوتي كتعرفوني انا كاملين في حمص يعرفوني كيعرفوني كلشي الناس كيعرفوني انا لحقت ليا أدم انا راني كاريه وعشرين عام كنخلص كل شهر كل شهر كلا تعطوا خمس شهور يديهم مجموعين وراه يقدر يسمعني كنخلصهم ديما قال لي ربع شهر ربع شهر قبل الوباء ملي جا الوباء كنت لأ ما بس لحق المحكمه ملي جا الوباء ما لحقتهاش تتلم عليا الكرا صرفتها كلتها وتوما كاملين كتعرفوا هذا الوباء ملي جا راه رجال وخدامين وتقهروا السكن امرا ما ما عنديش كينوبوا عليا مات الدراري ما بيجيش كينوبو عليا كينوبو عليا حتى هما الغالب الله يعني الوليدات عارفين مواليدهم عارفين مواليديهم عارفين كل شيء كلشي كلشي عارفينه الضو الماء كلشي تيجيني غالي الصير مصروف راكم كلشي كتعرفوه اخوتي ودرك صيفطوا ليا تقرير في منيول خلصو خمسطاشر يوم واش انا عندي باش خمسطاشر يوم نحط منيول جاوبوني اخوتي المغاربة جاوبوني يعني ما قدرونيش جاوبوني الناس كتعرفوهم كلهم لاباس عليهم لاباس عليهم ما قدرونيش ولموريه مالي الحنصالي الله يخلف عليهم الدراري ديال الحنصال ديال الحوانت تنشكرهم ديال المارشي كنشكرهم عاونوني وقفوا معايا واحد دري وقف معايا مزيان ودار ومحشمش وجمع ليا لي وجاو عندي وعطاوني ولميت وديت ليهم حلو. ديت المحكمة ديت ليهم قيمت تلت شهور دخلت عند الرئيس طلب سوق بكيت عليه وهو المحامي ديالو وفي قال لي لا المحامي قال لي انا نتعاون معاك اختي حالك قال لي واش ندير معاك التنازل ما نقدرش ندير معاك التنازل الرئيس قال لي غنعيط عليهم تحاور معاهم لا بغاو ولا ما بغاوش جيت في حالي اخوتي ودرك اخوتي ما قبلوش ما قبلوش دابا دارت ما كان السيمانه جابوا لي ورقه اخرى هي حاكمين عليا نخلص وديري لي حكم اخر ديال الخروج نخرج كيف ما خلصتش درت 15 يوم درت 15 يوم ودرك اخوتي المغاربه نتوما كتشوفو انا انا براسي ما راضيهش على هذا الوضع انا براسي راني عيد عيد نعزمة ما انا جالسه وانا تنخمم انا جالسه تسمع الدقان تنقولو ما جاو انا تنسمع الدقان تنقول تيوقف موطور تنقول راه <applause> جاو جاو يقرجوني تاتات ولدي عيط عليا الاول القضائي وقال لي ماما شكون اللي عيط عليه قلت لي العون القضائي حط الكاس من يدو اللي لي قال الكل ما فيا ما يفطر غير يخرجونا حتى ولادي معطرين ودرك اخوتي امره عندكم بقيتوا باش تعاونوني عاونوني, عاونوني. وشي واحد بس يعيرني ولا يعير ولادي ولا يشوف شي ولادي كنطلب منكم داكشي اللي في يكفيني راه ممتاز وتايحتاج يعني ما اختي لا والو ما عمرني حسيت براسي بان غنوقع فمشكيل انت كنت عايشة بلي قسم الله أنا كنت ولادي اللي ما وقفتش لي بالكروسة ما كاينة حتى حاجة ما كانوش مزيان ما كاينة حتى حاجة ولادي كانوا الناس يذبحوا واحد تنذبحني وما نجوج ما تناكلش أنا اللحم علاش عندي الكوليسترول والسكر تندير دابا الدواء ديال السكر تندق الصباح وفي العشيه وما بقاش قاد لي ملي وليت معاهم في المشاكل ما بقاش قاد لي درجه تنقول نهار الصباح تينوضوا ما يلقاونيش كرهت اليوم فيها علاش بنادم ما رحمنيش اثنين يعني 22 وعشرين 22 عام وانا ساكنه وفي الاخر والو وانا كنقولها ليه من المنبر كنقول ليه قلت لي. نهار تبغي دارك علمني بعام ونهار بغا دارو أربعة أربعة ستة وتسعين ستة وتسعي بخمس أيام جاني قال لي راه قالولك خوي شهر وتخوي قلت لي واش انا ساكنه في الزوطيه باش نلحق انا ما منهم لا فلوس لا والو ما بغاش انا بقى الان تنقولها قلت لي انا اعلم مني بعام ونخوي قال لي يا راه قالوا لك شهر تتعطي فلوس الكرا جاءت سنين كاملة ما يعني كترطل يعني كترطل والو والو كي كيجي كان خمس صور ست صور ربع صور خمس صور وما كيجيوش يوقفوا عليا انا القلم فيهم تيجيو تنعطيهم ليهم ما عمرني كان معايا شي حاجة راجل الله يعمرها دار وقف معايا كان يدافع عليا راجل مولا الدار الحق الله راب نادم تي كدبان الميت ولا الحيره باقي تلاقا هي باغا الدار الدار يعني كتقول ربما ما تخلصيش باش تاخذ يعني تخلصي. اه باغا دارها ودابا الان باغا دارها وانا تنطلب من خوتي انا راه ما غنشدش ليها دارها وغنبقى عايشه فهاد الرعب راه عييت انا والدراري راه عيينا بالرعب عينا عييت 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 انا مو ملباس بالمحاكم مو بالمخزن انا راه تتم غادي المحكمه بحال غادي بيا غادي يقزوني حيل داري الى دار مالية هذا اللي نقول لكم اخوتي وسمحوا لي تنطلب منكم وتنترجاكم تا واحد ما يعيرني وتا واحد ما يعير ولادي واللي هي يكفيني ومرتاج تيحتاج وليا تدور تدور كي دارت عليا انا غدور على سعال انا راني تندوي وقلت سطلار تحفر نتخشى الوسط نتخشى ما قديتش انا راه عيطو عليا عيطت عليا شوفتي بالله يخلف عليها وما تخلاتش عليا <applause> ما تخلاتش وطلبوها طلبوها شي دراري تنشكرهم وغادي يعذبوا تنترعد دركا خوتي لي شتو قتيفوا فوجا الله هو الدراري شلين تيم لي نقول لكم السلام عليكم انت قلتي لي عمرك ما تخيلتي توصل لهاد الحاله لا وجات ان عاودي لي اللقطه اللي قلتي لي ديال الكوكوط اللي قالت لي جارتك شهر وانا تندير الكوكو تتصبر ديال ما باش ما نطلبش شي حد ونقول لي عطيني تنعمر لي تنطيب تنعمر لهم خبز واتي فيه تياكلو فيه دقيق شهر وانا ما كناكوش خبز ديال الزرقه كتعطيني يا جارتي تتعطيني دقيقة، كون شهر وانا بلاش ولادي ما تيقولوش داكشي اللي حطيت ليه ياكلو كانت ناكلو ودرك اخوتي قال ولدي رنا كل الخبز والماء غنكون مرتاحه يعني كوليدات مقدرين أضفع. اه ولدي مقدر الدور بزاف ولدي ما خلاهنا من ندى شحال عمرو ولدي عدو دابا زيد نهار 2011 نهار 2011 8 ب 2 ما خلاهنا من ندى كاع الجمعيات نداء عليهم تيصيفليهم لشنو تيصيفطلوهم تييكتبلهم واحد الجمعيه كتب ليا راه يكون يسمعني وقال لي واخا ولدي انا غنجي عندك طلب منه طلب منه قال لي عيشك اخويا عمو انا مزوق فيك راه غيخرجونا من الدار وراك عارف ماما مريضه في السكوار راك كتعرف ماما مريضه في السكوار وقال لي واخا ولدي انا غنجي عندك وما جاش نادى ولدي على الكتوبه وقال لي واخا ولدي انا غنجيبهم لك وقال لي ولدي ما عنديش الكتوبه لا بغيتي دباطر نعطيهم ليك الجمعيات في بن صالح قلت معايا واحد السيد دابا راه داير موطور كاع كتعرفوه ولاد في بن صالح عيط عليه باقي ما كملش العيطة حصل في قدام الباب وما لقانيش وحط السلعه جاب لي الكوبا نعم هذا الشيء <applause> اللي شوية خلي عليك غطي وجهك مدام ما ما بغيتيش خليها اذا مشاهدي قناه شوف تي في هذا نداء لكل المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن كنتمنى انكم تحسوا بهذه السيده وبالمعاناه ديالها وبالمعاناه ديال وليداتها كنتمنى انكم تبارطاجيو كنتمنوا انكم ديروا واحد الدعاء ربي سبحانه وتعالى يسخر لهم العباده ديالو كذلك كما قلت هذا نداء لكل المغاربه فين ما كنتو اخوتي ونداء خاص 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 لساكنه الفقيه بن صالح انا اختي دور لك دير تغطي غير هبطي هذيك وغادي انا نصوب صافي نداء خاص لساكنه الفقيه بن صالح الناس الجدو الكرم شفناكم ووقفتوا شحال من حاله درناها هنا في الفقيه بن صالح وتعاونتوا معاها ناس الفقيه بن صالح لا داخل ارض الوطن ولا اللي خارج ارض الوطن هادي بنتكم هادي بنتكم من الفقيه بن صالح هادي أختكم، وهادي ميمتكم اليوم محتاجه لكم ما غاديش تدوروا عليها وجهكم وما غاديش تعطيوها بالظهر لا ليها ولا لوليداتها نتمنى ان شاء الله الاخت بقت تعيط لينا وتقول لينا الحمد لله باقي الخير في الدنيا الحمد لله تفاجات عليا الحمد لله تعاونوا معايا يعني اي مساعده جات من عندكم راه محتاجاها هاد السيده حسوا بها أخوتي الله يفاجيها علينا وعليكم وعلى كل المسلمين ملك شكرا اختي على الدعوه الله يفاجيها يا رب الله يفاجيها على جميع المسلمين الله يفاجيها على كل مهموم يا رب هزه بزاف السيده مسكينه وعانات وكما قالت طلبات قناه شوف في وملي جينا عندها وما قدراتش ما قدراتش وجات البنت ديالو تقول لها ماما لا غادي يضحكوا علينا علاش بنتي غيضحكوا عليك اللي ما خرج من الدنيا ما يخرج من عقيبها ما خرج من عقيبها جاوبي اختي جاوبي اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبها سمعتوها اش قالت الناس الا كانوا يعيدوا في العيد بواحد كنت انا ندبح جوج مبرعه وليداتها وليداتها بالتبني راه غير مربياهم ولكن كتبقى هي الام لان يلي... هي اللي سهرات وهي اللي ربات وهي اللي كبرات وهي اللي اللي عالجات وهي اللي وكلات وشربات اذا هنا خوتي دارت بعد واحد الخير ساتاتها راه مربيه جوج ديال الوليدات وباش الخير هو انها وراتهم الام ديالهم كل واحد كيعرف الام ديالو وتيتواصلوا تيتواصلوا معاهم اذا هنا خوتي كنتمنى ما تبخلوش تعاونوا باللي قسم الله باللي قسم الله الا ما عندكش غير بارطاجي الا ما عندكش دير غير الدعاء وقسموا بالله بنتها من اللي بدات كتبكي قبل المباشر قلت لها انت يا بنتي ماماك ما غاديش تبان مادام الام وصلت فيها العظم وبغات تصور قلت لها الام بغ... ما ما تبانش وحتى يا بنتي راه ما غاديش تباني ولكن سيري دخلي للبيت قرأي واحد شويه ديال القران ديري الدعاء قولي يا ربي سخر لينا العباد ديالك اللي يتعاونوا معنا وفعلا والله الا دارتها البنت مشات ودارت الدعاء وربي كبير طلبت الله سبحانه أه. وتعالى ربي كبير هو اللي غادي يسخر لهم العباده ديالو اذا هنا خوتي كنتمنى ما, ت... ما... ما... ما تبخلوش باللي قسم الله في وجه الله في وجه هاد الوليدات ما تبخلوش ما تبخلوش خوتي يد في يد ويد الله مع الجماعه الله يحفظكم خوتي من كل اذى ومن كل شر غادي نحاول ندير تذكير بالنسبه لرقم الهاتف ديالها حافظه بنتي النمره دي ديال ماماك حافظه صفر سته تسعود وثمانين صفر واحد ما حافظاش مزيان اختي ممكن تعاودي لي نمره التليفون ديالك اختي شنو شنو التواصل شنو تيقول لك السيد شنو قال لك دير له الو

غريصي يعني شي, شي دار تكون ستة 3 7 سبعة ما ماهر اختي ها هو باقي هذا من اه هاكا السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله الحمد لله خويا بارك الله فيك انت من اهل الجزاء انتما الله يحفظكم يا خويا يعني كتعاونوا كتواصلوا كتحسوا بالاخر كنشكركم بزاف لا اخويا نقاد التليفون بلاتي سمح لي كيفاش كديرو داك الهوتالو الو الو المهم قطع اختي السيد المهم مشاهدي قناه شوف تي في بارطاجيو بارطاجيو ان شاء الله ربي سبحانه وتعالى يفاجئها ولكم الاجر لكم الاجر لان فعلا هي في امس المساعده في امس الحاجه للمساعده ديالكم دمتم في رعايه الله الى اللقاء